في مقطع اليوم صممنا هوية تجارية لمشروع اسمه النشوك، مثل ما تلاحظون عطور النشوك أو النشوك بيرفيوم. الهوية كانت بالخط العربي، هذه جودة المخطوطة. اخترنا له عناصر الهوية التجارية اللي هي مثل الألوان، اخترنا له تدرجين باللون مع كل تفاصيل الألوان بحيث لما تستخدمونها في التصميم تكون سهلة. نفس الشيء اخترنا له الخط الرسمي باللغة العربية وبالإنجليزية زائد ملفات تحميل الخطوط هذه. اخترنا له الأنماط أو الباترن، الزخرفة يعني اللي يستخدمها في مشروعه. هذه شوفوا الجودة جدا عالية. طبعا كل الملفات تتسلم لكم مختلف الصيغ، الستريتر، فوتوشوب وغيرها، أو حتى PDF. المطبوعات بمختلف أنواعها، بس اللي عليك تأخذ العمل وتودي المطبعة بحيث أنك تطبع. أوراق المراسلات نفس الشيء، المغلفات، بطاقات الأعمال، حط هنا اسم الموظف، المسمى الوظيفي، إيميله إلى آخره، وإعلاناتك الرقمية كذلك. مثلا هذا الإعلان بس تحط بيانات العرض مثلا وصورة العطر، ونفس الشيء هنا. إذا حاب تطلب هوية لنفس هذا بهذه الطريقة يمديك تتواصل معنا. حياكم الله.